بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع الصف الثالث الابتدائي ومادة الرياضيات للفصل الدراسي الاول مع المحور الاول من اكون، والفصل الثاني منه الدروس من 11 الى 20. والنهاردة ان شاء الله معانا بداية عملية الضرب، فهم الانماط لعملية الضرب، وده في الدرس رقم 15. تعالوا بينا نتكلم في درسنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. طبعا احنا شغالين من دليل المعلم من صفحة 82 الى صفحة 84. الدرس بتاعنا في الدليل، عشان اذا كنت حضرتك بتراجع قبل ما تبدأ تشوف الدرس وتاخد فكرة عنه من الدليل، فانا بعرض لك الدرس من خلال الدليل عشان تبدأ تشوفه وتشوف النقط اللي انت هتركز عليها في سماعك للشرح بتاع الدروس بتاعتنا. طبعا الجزء الاول ده اللي هو فكرة او نظرة عامة على الدرس واهدافه والمفردات والمواد اللي احنا هنستخدمها، الوسائل، واذا هتحضر ايه للدرس. وبعدين بندخل بعد كده على اربط، وهنتكلم على صورة موجودة في الكتاب فيها كتير من الاشياء اللي محطوطة بصور مختلفة، اما بمجموعات او بمصفوفات، لان احنا هنتعامل مع الضرب النهاردة، يعني مش بداية الضرب او التمهيد للضرب، يعني من خلال الجمع المتكرر من طريقتين، يا اما مصفوفات يا اما اشياء، وهيدور حوار بين المعلم والتلميذ عشان يوصلوا لفكرة الجمع المتكرر. ده الكلام بتاعنا كله اللي هو في الكتاب اللي في اربط. بعد كده بندخل على تعلم، اللي هي مدتها من 35 الى 45 دقيقة، وبنبدأ نتكلم على الصورة اللي هي موجودة في الكتاب بالشكل ده، وهنتحاور مع الأولاد بطريقة مبسطة جدا بحيث الأولاد يقدروا يوصلوا إلى الأفكار اللي هتؤدي بيهم بعد كده مستقبلا إلى عملية الضرب. برضو هنبدأ بعد كده ندخل في تأمل، ودي من 5 إلى 10 دقايق، ده هو المكون الثالث بتاعنا في الدرس، وهننهي الدرس بهذه الجزئية. وبعدين هنشوف في صفحة الكتاب، هما صفحتين، الصفحة الأولى للتطبيق اللي هي صورة للمتجر وفي الأشياء بالمنظر ده، يا إما على شكل مصفوفات زي اللي في العلب دي وزي المرصوصة هنا في الفاكهة بتاعتنا، وزي مجموعات زي الجزر أو زي الموز أو زي يعني دي الصفحة الأولى هنتكلم فيها بالتفصيل. وبعدين الصفحة الثانية هيمسك كل مجموعة منهم ويورينا ازاي هيكتب مجموع الاشياء وازاي هيوجدها باستخدام كلمات او صور او اعداد. وبعدين تحت منها في تحدي، عايز مننا حاجتين في التحدي هنتكلم فيهم في الدرس بتاعنا النهاردة. ده كان درسنا في الدليل وكتاب التلميذ من صفحة 82 الى صفحة 84. اهدافنا للدرس الحقيقة النهاردة هو هدف واحد بس، ان التلاميذ هيقوموا خلال هذا الدرس بان هم هيعرفوا استراتيجيات عشان يعدوا مجموعات الاشياء ويتدربوا عليها. في حتة مهمة اللي هي نظرة عامة على الدرس الحقيقة تعرضت لها المرة دي لانها مهمة الحقيقة جدا. بيقول لي الدرس ده هو الاساس عشان يطور فهم عملية الضرب. التلاميذ اتعرفوا على المصفوفات في سنة تانية، وهيتعمقوا في الدرس ده في ان هم يفهموا انماط تانية من الضرب مع مشاركة الملاحظات بتاعتهم عن مجموعات اشياء. يعني لن تربط هذا الامر مباشرة بعملية الضرب، يعني لسه مش هندخل في عملية الضرب، احنا بنمهد تمهيد له. هينصب تركيزنا على ان احنا نلاحظ ونحدد ونكون مجموعات ونطور تلاميذنا عشان يعرفوا طرق حل مسائل في العالم الواقعي اللي هم عايشين فيه. التلاميذ بتوعنا هيتعرفوا في الدرس ده على الضرب بان هم هيستخدموا المصفوفات في متجر البقالة، وهيحددوا مصفوفات مختلفة ويوجدوا العدد الاجمالي من الاشياء ويشاركوا استراتيجيتهم في التوصل لهذا العدد الاجمالي اللي هو بنقول عليه حاصل الضرب. طيب
برضو في درسنا النهاردة محتاجين ان احنا نعرف ايه الكلمات اللي هنركز عليها للأولاد، هي كلمة مجموعات وكلمة تجمعات. التحضير بتاعك لدرسك النهاردة هو اهم حاجة عندي، انك ترسم او تصور صورة الكتاب بصورة اكبر شوية. طبعا دي المفروض انها اكبر من اللي في الكتاب، لكن عشان المكان جايبها صغيرة، لكن انت هتعملها بصورة اكبر شوية. واذا كان عندك او مش عاجبك الوضع ده وعايز تضيف فكرة تانية، فالدليل بيرحب بفكرتك التانية اذا كانت عندك. هتكون عندك ملصقات ورقية، ورق كبير يعني، عشان تكتب عليه ملاحظات التلاميذ في هذا الموضوع اللي هنتكلم عليه من خلال صفحة الكتاب بتاعنا. هي الصفحة دي موجودة في الكتاب وموجودة في دليل المعلم في النهاية برضه. حتى المواد المستخدمة او الوسائل التعليمية هي الصفحة الملصق بتاعنا ده وبتاع متجر البقالة، والورق الكبير اللي انت هتكتب عليه الملاحظات، وطبعا كتاب التلميذ والقلم الرصاص. ده بالنسبة للمواد المستخدمة. بالنسبة لجزئية اربط، هنبدأ الاول يعني ملحوظة لك انت، ان الجزء ده اللي هو اربط بيبدأ بصورة المتجر اللي فيه اشياء ضمن مجموعات او مصفوفات، والجزء ده تم اعداده عشان نساعد تلاميذنا في ان هم يبدأوا في ان هم يبحثوا عن مجموعات ويفكروا ازاي يوجدوا المجموع اللي هو هنقول عليه بعد كده حاصل الضرب، ازاي يوجدوه بطلاقة يعني يتقنوه جدا. واذا كنت تفضل زي ما قلت لك من شوية ان انت تستخدم صورة حقيقية لسوق او متجر، بس بشرط تكون مترتبة فيه الاشياء في مصفوفات او مجموعات، فاحنا بنشجعك على انك تقوم بالعمل ده. الصورة بتاعتنا بالشكل اللي قدامنا ده، وهنبدأ نقول لأولادنا افتحوا الكتاب او خليكوا بصوا معانا على الصورة، المفروض ان انت يعني عاملها على السبورة او عارضها على لوحة كبيرة، وهنقول لهم بصوا على الصورة بتاعت المتجر ده، وكل واحد منكم يعني يلتفت لزميله ويناقش ايه اللي هو شايفه في الصورة دي، ويضيف ازاي اترتبت الاشياء دي، يعني هل هي اشياء موضوعة في مجموعات ولا هي موضوعة في مصفوفات. ارفعوا الابهام لاعلى لما تكونوا مستعدين عشان تشاركوا الملاحظات بتاعتكم. هسمع منكم اللي انتوا بتلاحظوه عن الصورة دي، لان ده تفكير زي تفكير العلماء بالظبط، لان انت لما تفكر واللي انت تترجم اللي انت لاحظته بكلمات تقولها، ده شيء من تفكير علماء الرياضيات. هكتب ملاحظاتكم على الورقة الكبيرة دي او السبورة، ونقدر نناقشها مع بعض. هيبدأ في حوار حضرتك يعني، وتختار تلميذ او اتنين من اللي هيتكلموا عشان تساعدهم على الكلام. هتقول له ايه اللي انت شايفه في الصورة، هيقول لك انا شايف مثلا تفاح مثلا هنا. هتقول له ايه طريقة ترتيب التفاحات دي، يا اما يقول لك في مجموعة، او يقول لك في صفوف، او يقول لك في اعمدة. كويس جدا، نفترض ان هو قال لك ان هما في صفوف، هتقول له كم عدد الصفوف، هيبدأ الولد يعد الصفوف بتاعتهم، هيلاقوهم اربع صفوف للتفاحات، فهيرد التلميذ يقول اربعة. هتقول له انت طب ايه عدد التفاحات في كل صف، هيقول لي عدد التفاحات تلاتة. هتقول له جميل جدا، طب تقدر تكتب اربع مجموعات في كل واحدة منها تلاتة، انت تكتب الكلام ده انت تكتب على السبورة يعني اربع مجموعات، الكلام اللي قاله الولد، اربع مجموعات في كل مجموعة منها تلاتة. طب هتقول له بقى كام تفاحة انت شايفهم برأيك، هيقول الولد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة، ويجمعهم بطريقة اللي هي مضاعفات، يعني تلاتة اصبحت ستة اصبحت تسعة اصبحت اتناشر، يبقى اتناشر تفاح. بتكتب حضرتك طريقة حل التلميذ على اللي هي بالشكل ده على الورق بتاعك الكبير كده. الاولاد فهموا احنا هنعمل ايه عشان نوصل للمجموع بتاعنا اللي هو مجموع الاشياء. برضو ما زلنا لسه في اربط، الصورة ما زالت معروضة على السبورة. هتطرح عليهم اسئلة زي اذا كان مثلا عندي الموز في ثلاث مجموعات، هنا مش محطوط، في شكل مصفوفات، ده عبارة عن ثلاث مجموعات، يعني
اللي بنقول عليها ايه، السبطة ولا الحزمة ولا ايه، كل واحدة فيها ثلاثة، يعني المجموعة دي فيها ثلاثة والمجموعة دي فيها ثلاثة، وكانت كل مجموعة فيها ثلاث ثمار من الموز. ازاي اقدر اعرف عدد الثمار اللي موجودة في الصورة بتاعتنا؟ هيبدأوا الاولاد طبعا يفكروا، نشجعهم على ان هم يستخدموا طرق يفهموها، واشرح انت افكارهم برضو يعني عشان تساعدهم على التوضيح. ده هيساعدهم على ان هم يفهموا ان في طرق كتيرة عشان احل مسألة واحدة، يعني ممكن ولد يعد بالواحدة، وممكن ولد يعد بالتلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة، ممكن ولد يعد بمضاعفات التلاتة، تلاتة ستة تسعة وهكذا. إذن الطرق مختلفة مع أولادنا. هنقول هنا أنا ملاحظ إن كتير منكم شايفين مجموعات من الأشياء في الصورة دي، الأشياء اللي موجودة في المتجر ما هيش مرتبة، يعني ليست مرتبة عشوائيا، لكن هنا محطوطة في مجموعات، وعشان كده كلمة مجموعات كلمة مهمة جدا، لأن دي طريقة رياضية جيدة وممتازة عشان توصف لنا ترتيب الأشياء، وبتسهل علينا الطريقة دي إن احنا نوجد العدد الأجمالي للأشياء. لما تكون تلك الأشياء مرتبة مجموعة، ده هيخلينا نعمل أكتر وننتج أكتر وبسرعة مع زملائنا. بكده خلصنا جزء اربط، عايزين ندخل بقى على تعلم ونشوف الجزئية في تعلم هنتكلم على ايه. صفحة هنخليهم طبعا يفتحوا الكتاب اللي هي صفحة الصورة بتاعتنا اللي شفناها، صفحة الدرس 15، الصفحة 30 رقمها 30 في كتاب التلميذ، وبعدين هنقول لهم في الإرشادات أنا عايزكم تشوفوا للصورة وتحطوا دائرة حوالين مجموعات الأشياء اللي انتوا شايفينها في الصورة. الأولاد بقى هيبتدوا يحطوا دوائر على كل اللي قدامهم بالمنظر ده، يعني مجموعة مش عارف ايه ومجموعة ايه ومجموعة ايه، ويحكوا دول ايه ودول ايه ودول ايه، ومين منهم مجموعات ومين منهم مصفوفات والكلام ده. وبعدين تبدأ تقول لهم سجل ملاحظات عن التلاميذ اللي هم بيستخدموا الجمع المتكرر، ان هو بيجمع 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، والتلاميذ اللي بيعدوا واحد واحد، دي مهمة جدا، يعني ولد شايف المانجا قدامه فبيعدها، بدل ما بيقول دول 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، لا بيعد 1 2 3 4 5 6 7 8 لغاية ما يوصل للعشرين بتاعتها مثلا. فلاحظ دول ولاحظ دول، لان دي مهمة جدا عشان تساعدهم بعد كده على ان هم يفكروا اعلى. هتقول لهم اللي هيخلص ايه الدوائر بتاعتنا هيتنقل على الصفحة اللي بعد كده عشان نتكلم فيها. الصفحة اللي بعد كده اللي هي برضو في الدرس 15، برضو تبع نفس الدرس اللي هو التطبيق، بس صفحة 31. الصفحة دي فيها جدول، وفوق الجدول بيقول له حدد انت وزميلك مجموع عناصر كل مجموعة، واكتب اسم المجموعة واشرح ازاي حصلت على المجموع، وانا هساعدك، او الكتاب يعني بيساعدك في ان هو حاطط لك مثال، جايب لك مثال هنا بيقول له اسم المجموعة، وهنا بيقول له اكتب مجموع الاشياء في المجموعة، اشرح كيف وجدت المجموع باستخدام الكلمات او الصور او الاعداد. فهو جايب التفاح عبارة عن اربع صفوف في كل صف 3، فقال له 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 تساوي 12 تفاح. معناها ايه بالمضاعفات؟ وده المهم جدا ونأكد عليه، لان هو ده اللي هيدخلنا على الضرب. بيقول له 3 وبعدين 6 وبعدين 9 وبعدين 12. ابتدينا بثلاثة، لما انضافت عليها 3 بقت 6، لما انضافت عليها 3 بقت 9، لما انضافت عليها 3 بقت 12. هيبدأوا الأولاد يبصوا في الصورة ويشوفوا حاجة تانية غير التفاح، هيشوفوا مثلا المانجا، هيلاقوا المانجا محطوطة في أربع صفوف، كل صف فيه 5، فهيقولوا 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 بتساوي 20. ما حبة أسهل الحقيقة يعني من كلمة مانجو، مش هتبقى مستساغة، 20 حبة. طب بجيبها ازاي العشرين حبة؟ بوري له هو جمع دلوقتي جمع متكرر، وياخد مضاعفات الخمسة، 5 10 15 20، برضو يكتب كلمة حبة. يتنقل على حاجة تانية، الموز.
الموز زي ما شرحناه دلوقتي عبارة عن ثلاث مجموعات مش مصفوفات، عبارة عن ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها ثلاث موزات، هيبقى 3 زائد 3 زائد 3 بتساوي 9 موزات أو 9 حبات زي ما تشوف أنت. وبعدين ياخد المضاعفات للثلاثة، 3 بقت 6 بقت 9، 9 موزات. خد الخيار بعد كده، أنا شايفه خيار الحقيقة الأخضر ده اللي موجود في الصفحة، ده عبارة عن صفين، كل صف فيه 4 معمولين على شكل مصفوفة، هيبقى 4 زائد 4 بتديني 8 خيارات، مضاعفات الأربعة هنا مرة واحدة بس هتبقى 4 وبعدين 8. بعد كده هيدخل على الجزر، الجزر عبارة عن 5 مجموعات كل مجموعة فيها 3، هيبقى 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 ويجمعوا الأولاد ويدوني 15. وإذا خد مضاعفات الثلاثة هياخدها 5 مرات، يعني هيقول 3 6 9 12 وبعدين 15. إذن الإجابة 15 جزرة. اختار حاجة تاني، اختار علب التونة اللي مرسوم عليها السمكة، لقاهم عبارة عن 3 صفوف وكل صف فيه 7، هيبدأ الأولاد، هي عالية شوية معاهم مش مشكلة، هيبدأوا يعدوا 7 زائد 7 زائد 7 ويضيفوا على 7 دي 7 تانية، يعني ممكن يجمع بسرعة الولد يدي دي 3 وفضل 4 بقوا دول 14، وال 14 هيضيف عليهم 7، ال 14 عايزة 6 عشان تبقى 20، وفاضل 1 من 7 يبقى 21. يعني خليهم يتبعوا أفكار مختلفة من اللي استفادوا اللي تعلموها قبل كده عشان يستفيدوا بيها في المواقف بتاعتنا دي. بقت مضاعفات السبعة عندنا 3 مرات اللي هي 7 وبعدين 14 وبعدين 21 علبة. تحت الكلام ده، تحت الجدول ده، في تحدي حاجتين. الاولانية بيقوله اختار 3 مجموعات واكتب مجموع الاشياء اللي في الثلاث مجموعات مع بعض. هنختار مثلا التفاح والمانجو والموز، هيقول التفاح والمانجو والموز، وهو عايز مجموع الاشياء في الثلاث مجموعات دي كانت 12 ودي كانت 20 ودي كانت 9 ويجمعهم يدوله 41. ده التحدي الاول. التحدي الثاني بيقوله اختار لي 5 مجموعات هما 3 6، هيسيب واحدة ويختار الباقي، هنسيب التونة الأخيرة مثلا ونجمع دول. لا هو مش عايز اجمع هنا، هو بيقول لي انت عارف الجمع بتاعهم هنا، اعمل لي بقى ترتيب للايه للمجاميع دي من الأصغر إلى الأكبر. طب هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفاح ومانجو وموز وخيار وجزر. الأولانية 12، الثانية 20 اللي هو المانجو، الموز 9، وبعدين الخيار كانوا 8، وبعدين الجزر كان 15. يبدأوا الأولاد يرتبوا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ضروري جدا في الترتيب التصاعدي يكتب أصغر من، وفي الترتيب التنازلي يكتب أكبر من. يعني هيبدأ بمين هنا؟ هيبدأ بـ8، تبقى 8 أصغر من 9، و9 أصغر من 12، و12 أصغر من 15، و15 أصغر من 20. بالشكل ده كده هو، يبقى الأولاد كده رتبوا وجاوبوا على أسئلة التحدي. طبعا اللي بيخلص الأول في الجدول بيدخل على طول على أسئلة التحدي ويتكلم فيها. في تأمل بنقول لهم إن في الجزء الخاص ده عايزكم تفكروا في الطريقة اللي انتوا كنتوا بتوجدوا من خلالها العدد الإجمالي للأشياء عشان نتناقش معهم شوية ونتحاور معهم ويستفيد منهم التلميذ اللي هو بيعد بالوحدة. الأولاد اللي هم متميزين ابدأ بيهم عشان خاطر يعرفوا أو زمايلهم اللي هم بيعدوا بالوحدة بيعملوا ازاي، وبكده هيستفيد الزمايل منهم ودي هتخدمهم. هتقول لهم دلوقتي أنا عايز منكم ان انتوا تلتفتوا بقى لزميلكم المجاور وتشاركوا افكاركم معاه، يا ترى انتوا استخدمتوا الطريقة نفسها انت وهو عشان توجدوا مجموع الاشياء بجميع المجموعات، ولا كان حساب المجموعات بتاعت الاشياء في بعض المجموعات عندكم لقيتوها اصعب شوية، زي مثلا حكاية السبعة دي كانت فيها شيء من الصعوبة شوية. هنقول لهم طب ليه، ويبدأوا يتحوروا الاولاد معانا ونطلع منهم ناس تشارك افكارهم. هنقول لهم النهاردة انتوا قمتوا بعمل رائع في ان انتوا بصيتوا لمجموعات من الاشياء وفكرتوا في ازاي ان انتوا توجدوا العدد الاجمالي للاشياء في المجموعة الواحدة. سمعنا عن العديد من الطرق المختلفة والمثيرة للاهتمام منكم طبعا، وهنواصل دراسة المفهوم بتاع المجموعات ده وازاي نوجد العدد الاجمالي للاشياء في مجموعات
من كل الأحجام على مدار العام الدراسي، وهنبحث عن طرق عشان نوجد بيها المجاميع بسرعة وبطلاقة. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. شعار القناة موجود هنا، المسه بس، هتظهر كلمة اشترك، اضغط عليها، هيزيد العدد واحد، يبقى انت اشتركت لكن اشتراكك غير فعلي. لازم تضغط على الجرس وبعدين تظهر لك كلمة الكل، تضغط عليها، كده هتضمن ان انت اشتركت اشتراك فعلي في قناة محمد عبده، ومفيش فيديو هينزل الا لما يجيلك بيه اشعار، واذا حصل وما جالكش عيد تاني الضغط والغي الاشتراك وبعدين اشترك مرة تانية وفعل الجرس واضغط على الكل. هحط لك هنا بعض الدروس اللي فاتت والقيمة بحالها بتاعت الرياضيات، لو ضغطت عليها تلاقي الدروس كلها بالترتيب ده، بالإضافة للهاشتاج اللي تحت الفيديو بين الفيديو وبين العنوان جديد رياضيات الصف الثالث. لو ضغطت عليها دي هتلاقي على طول الدروس تتفتح معاك بالترتيب للي محتاج الدروس اللي فاتت، جنب عنوان الفيديو على طول، جنب عنوانه هحط لك رابط قناتي للترم الثاني دروس ومراجعات اللي هي براعم مبدعة، ومعلم الرياضيات للترمين مراجعات من خارج الكتب من كيجي الى ثالثه اعدادي. وبكده يكون وصلنا لنهايه لقائنا النهارده، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.